نشوفوا صور مباشره اذا. بكم أعزائي المشاهدين، نحن الآن أمام منزل الأستاذ قيس سعيد. منذ إعلان نتائج صبر الآراء منذ الساعة 8 انطلقت الاحتفالات بالعاصمة بشارع الحبيب بورقيبة، ثم تحولت هنا أمام منزل الأستاذ قيس سعيد احتفالات كما تشاهدون بالانتصار الذي حققه الأستاذ قيس سعيد، نزول عديد المواطنين بطريقة عفوية. والحديث أكثر حول هذه النتائج يحضر معنا الأستاذ قيس سعيد، قراءتكم لنتائج صبر الآراء التي أعطت تقريبا 76%. الانتصار للشعب التونسي وليس انتصارا شخصيا، لأنني لم أكن في سباق مع أي كان، انتصار لكل هؤلاء الذين عبروا عن إرادتهم بكل حرية، فشكرا لهم من أعماق الأعماق. لم أتمكن من الوصول إلى كل المناطق في تونس، في شارع بورقيبة، في صفاقس، في بني خيار، في مدين، في كل مكان. سوف أزورهم إن شاء الله. التونسيون والتونسيات الأحرار والحرائر حققوا ثورة في الواقع اليوم، لكن بمفهوم جديد، في ظل القانون، في ظل الدستور، ثورة بكل المعاني. هم ثورة ذات بعد إنساني، عبروا عن إرادتهم بكل حرية. حملوني اليوم أمانة وسنتحملها إن شاء الله بكل أثقالها وبكل أوزارها، سنتحملها مع كل هؤلاء في تونس. والتحية لهم، حتى لمن صوت ضدي، صوت واختار طريقا أخرى، شكرا له لأنه حر في اختياره. شكرا للشباب المتطوع، تطوعوا كلهم بإمكانياتهم المحدودة، بإمكانياتهم الذاتية، هم الذين قاموا بالحملة التفسيرية في كل مناطق تونس وفي خارج تونس بإمكانياتهم الذاتية. أنتم أيها التونسيون، أيها التونسيات، يا أحرار هذا الوطن، يا أحرار تونس، يا من صنعتم تاريخا جديدا لتونس، تدخلون اليوم في مرحلة جديدة من التاريخ. شكرا للشباب، شكرا للأطفال، شكرا للشيوخ، شكرا للمتقاعدين، شكرا لكل من وقف اليوم وأذهل العالم بالتطوع. لم تكن لدينا أموال كلها، يعني من الأموال المتطوعين بلغت، يعني الحملات أوجف بعض الأحيان على ظهور الدوام وليس على السيارات، أو يعني أذهلتم العالم. يعني الأطفال قاموا بأنفسهم متطوعين، بنات وأطفال كلهم تطوعوا من أجل هذه اللحظة التاريخية التي أذهلت كل الشعوب. علماء الاجتماع وعلماء السياسة، علماء الفلسفة، ربما سيبحثون عن مفاهيم جديدة لهذا الذي حصل في تونس، ثورة ولكن في إطار الشرعية في كل المدن. شكرا لكم يا أهالي تونس، يا من صنعتم تاريخا جديدا للإنسانية. شكرا أيضا لإخواننا في كل البلدان العربية، شكرا لإخواننا في فلسطين، شكرا لهم من أعماق الأعماق، لأنهم سيبقون في وجداننا
لأنها أرضنا وأرض ستبقى فلسطين في وجدان كل تونسي وتونسية. أرجو أيضا أن من كل التونسيين الذين خرجوا في الشارع يقالوا أن هناك بعض العنف، لا، نحن لسنا دعاة فوضى، بالعكس نحن دعاة تمسك بالشرعية، لا تتعرض لأحد، لا في عرضه ولا في بدنه، لا تتعرض له. أنتم تطرحون مشروعا تسمون يعني به عن كل الاعتبارات المعهودة، الأعلاميون حتى إن كانت لهم مواقف أخرى احترموا آراءهم، لا تتعرضوا لهم أبدا في لا في أعراضهم ولا في أجسادهم، اتركونهم يعملون بكل حرية. هذه مناسبة لأحيي الأعلاميين كلهم يعني في كل المناطق، أحييهم، وحتى من تم الاعتداء عليه هذا لا يلزم ربما أطراف أخرى، ولكن الشباب اليوم الواعي تنظم بطريقة تلقائية، فلا تتعرضوا لأحد لا في شرفه ولا في عرضه ولا في بدنه، اتركوه يعبر عن رأيه بكل حرية، لأنكم تصنعون الحرية، تصنعون أفاقا جديدة للحرية. أيها التونسيون، أيها التونسيات في كل مكان، يا أبناء هذا الشعب العظيم، يا أبناء تونس، سنواصل طريقنا نحو الحرية، لن نعود إلى الوراء، نحمل الأمانة معا، نحمل المسؤولية معا. أعرف مشاكلكم الاقتصادية والاجتماعية، أنتم هنا أجوار لي، أعرف معاناتكم في كل وقت وحين، وسنعمل معا على أن نحقق أمالكم وتطلعاتكم. ضحكات بناتكم وأبنائكم وهم يتوجهون إلى المدارس أمانة في أعماقنا، نريد أن ترتقي إرادة الشعب، أن ترتقي إلى مرتبة القرار. ليس لدينا برنامج على غرار البرامج المعهودة، ولكن لدينا فقط آليات قانونية سنحترم بطبيعة الحال الدستور والقوانين. نحن دعاة التمسك بالقانون، يجب أن نطبق القانون على الجميع على قدم المساواة. أشكر أيضا الآن المتطوعون من أبناء هذا الشعب العظيم الذين يقومون ويتابعون عمليات الفرز في كل مكان، متطوعون، يعني ما حصل في تونس هنا في هذا المكان، في مدنين، في مكثر، في تطاوين، في بنزرت، في منزل جميل، في ماجل بالعباس، في أم لقصاب، أذهلتم العالم، أذهلتم العالم، فلا تتركوا لأحد، لا تتركوا لأحد الفرصة لأن يتسلل أو أن يعتدي على أحد أو أن يعتدي على أمواله أو على أعراضه. أشكر أيضا من أعماق الأعماق قواتنا الأمنية والعسكرية وقوات الديوان على العطاء وعلى البذل، لأن أذكر أرواحهم التي صعدت إلى الرفيق الأعلى، لم يموتوا ولن يموتوا أبدا، يعني هم أحياء عند الله. أشكرهم من أعماق الأعماق على العطاء، على العرق، على الدم، وعلى الإرادة الثابتة لحماية هذا الوطن، تحية لكل الأحرار في العالم. أنتم اليوم تواصلون مسيرتكم لفتح صفحة جديدة في التاريخ، كنت أتمنى أن أكون بينكم في كل مكان اليوم في كافة المدن، ولكن إن شاء الله سأكون بينكم، ونحمل الأمانة معا، نحمل الأمانة بروح المسؤولية والثقة، ونتطلع إلى غد أفضل بإمكانياتنا وقدراتنا وعطائنا، لأن الشعب التونسي اليوم بالفعل قادر على أن نبني بناء جديدا ترتقي فيه إرادتكم أنتم يا أبناء شعبنا العظيم إلى مستوى القرار. تعرفون ماذا تريدون، تتطلعون إلى الحرية، تتطلعون إلى الشغل والكرامة الوطنية، تعرفون ماذا تريدون، وسيتحقق إن شاء الله شعاركم الذي رفعتموه، الشعب يريد، هذا هو شعاركم، لأن الشعب يعرف ماذا يريد. وستأتي أجيال من بعدنا إن شاء الله ترفع الراية الوطنية أعلى وأعلى تحت كل سماء. Oh, my God.
استاذ ربي ينصر نموت ونموت ونحيا الوطن يا قيس يا عز الناس المواطنون يقتربون من الاستاذ قيس سعيد استاذ قيس سعيد ماذا يريد الشعب هذا ماذا يريد اليوم يريد الحريه ويريد الكرامه هو يعرف ماذا يريد يريد ان يكون شعبا حرا في وطن حر في وطن يحفظ كرامته لأن الوطن ليس أرضا نفترشها ولا سماء نلتحفها بل هو الحق الأرض والحق معنا والتونسيون جديرون بأن والتونسيات جديرون بحياة كريمة يعني القضايا هي القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها كلنا لننتبه إلى هؤلاء حقهم في أن يعيشوا محفوظي الكرامة أحرار ولا يعني يقال من أي جهة كانت أن العملية التي صارت في تونس يعني هم يبحثون عن أي مقياس ماذا تقول للذين لم يصوتوا اليوم لقيس سعيد أقول لهم أنتم أحرار اخترتم بكل حرية والمهم أن نحقق أن تبقى حريتكم مضمونة من لم يصوت لي حر وقدروا فيه حريته المهم أن يكون عبر عن إرادته بكل حرية لا خوف على الحريات إطلاقا نحن ملتزمون بالنص الدستوري ملتزمون بالقوانين بالمعاهدات الدولية الدولة ستستمر بكل تعهداتها الدولية لا خوف عليهم لا خوف من هذا الجانب بالرغم مما يشاع بين الحين والآخر أنا مستقل سأعمل أن أكون جامعا لكل التونسيين والتونسيات وفي هذا الإطار ماذا تقول لمنافسك نبيل القروي خاصة عندما نرى تلك الصورة يوم المناظرة والمصافحة والصورة التي انتقلت في عديد المواقع الدولية أقول لكل يعني القضية ليست منافسة ليس سباق أحترم كل الأشخاص أحترم مواقفهم أحترم تصوراتهم تلك تصوراتهم لكن لم أدخل في سباق مع أي كان طرحت مشروعا على الشعب وانخرط فيه الشعب التونسي لم تمي لأي حزب ليكون هذا واضحا لم أنتمي في حياتي لأي حزب لم أنتخب إلا هذه السنة فقط يعني في حياتي لو يقال دائما أن مرشح خفي لجهة معينة لا أنا مرشح للشعب التونسي ورأي هؤلاء التونسيون والتونسيات الأحرار والحرائر أنت حدثت سيد قيس سعيد بالنادي الصحفي ستعمل على القضايا العادلة نعم منها القضية الفلسطينية نعم اليوم نعم القضية الفلسطينية هي قضيتنا في وجداننا نحن كما قلت لسنا أبدا ضد اليهود وذكرت كيف كان والدي رحمه الله يحمل المناظرة الجزال الحليمي على دراجته الهوائية في يحميها في ذلك الوقت من النازيين كيف كان بيت جدي في أريانا اللي كانت في العديد من اليهود كان مفتوحا لليهود زمن الحرب ليحميهم من النازيين يعني خصص لهم مكانا ليحميهم من أي ملاحقة من النازيين ولكن القضية ضد الصهيونية من شرد شعبا كاملا ما زال يعيش تحت الخيام إلى حد اليوم من يسعى إلى أن ينسى القضية الفلسطينية فهو واهم لأن القضية الفلسطينية ستبقى في وجدان كل مواطن تونسي حر وحيي بالمناسبة الشعب الفلسطيني الذي ناضل وما زال يناضل من أجل حقه المشروع في أرضه وهذا حق لا وفلسطين ليست ضيعة حتى تكون موضوع صفقة ليست ضيعة الشعب الفلسطيني حق بأن يقرر مصيره بنفسه مرة أخرى لسنا ضد اليهود ولا ضد أي جهة أخرى ولكن ضد من شرد شعبنا في أرض فلسطين في هذا الإطار رسالة سيد قيس سعيد للدول المجاورة والشقيقة اليوم نحن أشقاء ومصيرنا أن نبقى أشقاء ولنبحث أيضا عن سبل جديدة لنحول الشعارات إلى حقيقة واقعة
بالنسبة إلى ليبيا، بالنسبة إلى الجزائر، بالنسبة إلى المغرب، بالنسبة إلى موريتانيا، مصر، كل بلدان الخليج، كلنا أشقاء، وعلينا أن نغلب مصلحة شعوبنا، شعبنا العربي، أن نغلب المصلحة على هذه المصالح الظرفية الإنسانية. اليوم تتوق إلى الإنسانية كلها، تتوق إلى غد أفضل، تتوق إلى مستقبل أفضل. وأكثر من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هو التفاهم بين الأمم والشعوب. الشباب اليوم الذي تراه يتعرق يعني عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، هناك تقارب بين الأمم والشعوب، تقارب جديد، دخلنا مرحلة جديدة في التاريخ، وإن شاء الله نستنبط طرقا جديدة حتى تحقق الشعوب كلها المنتصرة لقضايا الحق والحرية، تحقق أملها في هذه القضايا العادلة. نحن دائما وقفنا، هناك ثوابت في السياسة التونسية، هناك التزامات، والدولة التونسية ستستمر في هذه الالتزامات لأن الأشخاص يمرون، والدولة هي التي تبقى. التزامات الدولة هي التزامات الدولة وليست التزامات الأشخاص، فستستمر التزاماتنا كما لهم مصالح، لدينا مصالح، لسنا في صراع مع أي كان، سيبقى أصدقاؤنا، أصدقاؤنا في الشمال وفي الاتحاد الأوروبي، مع في دول الجوار، أشقاؤنا مع أشقائنا في أفريقيا. وكنت أحدث يوم أمس إلى عديد الأفارقة أن ننتمي إلى القارة الأفريقية، ننتمي إلى الأمة العربية الإسلامية، ننتمي إلى البحر المتوسط، علاقاتنا تاريخية مع شمال القارة، مع شمال البحر المتوسط، والتونسيون في المتوسط، في متوسط المتوسط سيبقون مفتوحين، ستبقى الحرية مصانة، المهم أن تبقى حقوق المواطنين مصانة، المواطنات أيضا مصانة، والمرأة ستبقى في أعيننا دائما، ولا مجال للمساس بحقوقها. لننظر في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، لننظر في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشباب. هناك شباب في هذه الأحياء، هنا هناك بقية باقية من إنسان، شباب يعني ليس بقية باقية من أصوات، ولكن بقية باقية من إنسان. لننظر إلى هؤلاء، لماذا وصلوا إلى هذه المرحلة من اليأس، لنأخذ بيدهم وسنصنع إن شاء الله المعجزات بإرادة هذا الشعب العظيم الذي دخل مرحلة جديدة في التاريخ. شكرا الأستاذ قيس سعيد، وبالتوفيق، ومبروك على هذا الفوز في هذه الانتخابات. شكرا الفوز للشعب التونسي، الشعب الحر، الشعب الذي يتوق للحرية، الذي يتوق للحرام، للكرامة عفوا، للكرامة، سيكون في وطن حر محفوظ الكرامة. شكرا الأستاذ قيس سعيد، كانت هذه بعض الدقائق مع شكرا لك زميلي أيمن بالحاج سالم، تابعنا معك تصريح حصري للقناة الوطنية الأولى من أمام مقر الأستاذ قيس سعيد الفائز حسب النتائج التقديرية بالانتخابات الرئاسية.